في هذا الفاصل نواصل معكم مع الأستاذ المناضل عبد الله حسن علي، وهو يشرح لنا مراحل تطور جيش التحرير الإريتري من وحدة إلى أن وصل للواء، أو مجموعة من مجموعة إلى لواء. تفضل أستاذ عبد الله. نعم، قلنا إنه من 61 إلى 63 كانت هناك المجامع فقط يعني. أيوة. من 63 إلى 65 تشكلت الفصائل. فصائل. كل فصيلة تشكيل ثلاثي يعني. أيوة. تتكون من ثلاثة مجموعة. أيوة. مثلاً نقول 10 10 10 30 تتكون فصيلة. فصيلة. ده مرحلة بتاعت تكوين الفصائل 63 إلى 65. بعدين جاء تكوين بتاعت السرايا. 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 أيوة. اللي هي من من 65 إلى 75 كده. أوكي. تشكيل سرايا كل سرية. أيوة. تتكون من ثلاثة فصائل. أيوة. إذا كان طبعاً التشكيل الثلاثي كان أكثر مفهوم. الماشي في الجبهة. أوكي. تشكيل ثلاثي هو. أيوة. ومن 76 إلى 77 شكلت الكتائب، برضو كل كتيبة تتكون من ثلاثة ثلاثة سرية. ثلاثة فصائل. أيوة. وسنة 1978 تشكلت الألوية. الألوية. دي كان. طيب أشرح لنا الألوية. الفترة. نعم. الزمنية وكيف تطورت أو كيف تكونت. نعم. طبعا زي ما ذكرت التشكيل ده مشى حسب الأعداد اللي كانت تلتحق بجيش التحرير. أيوة. في المرحلة الأخيرة الجبهة اضطرت إنه تكون ألوية. تكوين الألوية كان في سنة 1978 زي ما ذكرت. 78. نعم. أيوة. 78. أيوة. والتشكيل بتاعه طبعا في قائد اللواء. قائد اللواء. وفي في نائبه. نائبه. في كادر سياسي. كادر سياسي. في مسؤول الاستخبارات. أيوة. ودول نحن نتكلم هنا عن وحدة عسكرية شبه متكاملة. يعني ما نقدر نقول عليها جيش بحجم شكل الجيش النظامي، لكن ما بعيدة من الفكرة بتاعت التكوين. طيب قيادات الثورة الإريترية في هذه المرحلة وفي مراحل تطورهم، وانت واحد من الكوادر اللي خدت دورة عسكرية، أبدأ بتجربتك انت في الدورة العسكرية. الدورة اللي الدورة العسكرية خارج إريتريا. والله طبعا كانت في هناك دورات، اول جبهة كانت طلقت منحات بتاع دورات في بلدان مختلفة على رأس سوريا والعراق والعراق. أيوة. وكوبا والصين. والصين دي اللي يمكن الدول الأربعة اللي البلدان الأربعة دي. أيوة. في دورات طبعا أعداد مختلفة. أيوة. وأيضا دورات متنوعة، في دورات عادية، في دورات كانت دورات بتاع الضباط يعني، وفي دورات اظن في منظمة التحرير كانت في لبنان اعطت لبعض المجامع. نعم. اي دل دل انا اخذت فيها دورة، انا اخذت دورة عسكرية في الفلسطينيين اللي هم منظمة فتح. أيوة. كان عندهم كلية عسكرية نموذجية. أيوة. على حسب امكاناتهم في مصر، في سوريا، في سوريا، في القوطة. في الغوطة. الغوطة دي نسمع. أيوة. عنها منطقة الغوطة سوريا، نسمع عنها أغاني ونسمع عنها بعض القصص الجميلة. كان عندهم الكلية دي. أيوة. أنا أخذت دورة هناك عشان. أيوة. كده برد فعلا الفلسطينيين عملوا دورات ما كثيرة مع الفلسطينيين، ما زي السوري. الدورات اللي أرسلت إلى الدول اللي ذكرتها. أيوة. لكن دورتنا ده. أيوة. كانت فعلا على يد الفلسطينيين منظمة فتح. أيوة. مين كان معك من زملائك في تلك المرحلة؟ والله نحن كنا ستة. شهيد إدريس هنقلة. شهيد إدريس هنقلة. أيوة. ومحمد علي إبراهيم. محمد علي إبراهيم. وشهيد محمد علي إبراهيم. محمد علي إبراهيم اعتقل مع النظام يعني، اختطفوه من كسلة. لا أنا مشيت بعد كالي. أوكي. أوكي. محمد علي إبراهيم. أيوة. اختطفوه من كسلة. أيوة. و أبو بكر. أبو بكر اسمه. أيوة. أبو بكر داود. أبو بكر داود. وعثمان عبد الله. عثمان عبد الله. وواحد برضو حسن أدريس. حسن أدريس. حسن دوشكا نقول له إحنا.
غير اسمه غير اسمه غير لقبه عرفوا بأدريسا ايوه والسادس انا يعني اوكي والدوره كانت دوره مكثفه و وطبعا دورات بتاع الضباط طيب كده احنا فهمنا دورتك لكن برضو اكدت لنا في دورات اخرى كانت في الصين وكوبا والعراق وايضا مع المنظمه التحرير الفلسطينيه ده هو اللي ساعد بكمه وتراكمه انه تاخذوا خبرات تساعده في تكوين فكره الالويه لماذا تم تكوين الالويه طبعا مساله تطوير العمل العسكري فعلا يعتمد على الناس اللي يمتلكوا الخبرات العسكرية سواء كانت في التنظيم ولا في القيادة يعني عشان يقودوا ذاته ويقوموا بالمهام المطلوب منهم وده بدأ من العسكريين اللي التحقوا بالثورة ابتداء من عواتي اللي كان عنده خبرة عسكرية في مقاومته لأيام الاستعماريين وده هو اللي كان على رأسه خد دورة من إيطاليا الطليع اللي كان بعده اللي جو من الجيش السوداني ثم البوليس الخبرات العسكرية اللي عندهم يعني لعبوا دور في الحاجة دي أيضا دعم الخبرة اللي اكتسبوها دول كانت موجودة دعموا بخبرات حتى من جيش العدو بدأ الدورات دي يعني من جيش العدو بدأ يجوكم ناس من جيش العدو أيضا خبرات أيضا نعم من الكوماندوس أيضا ما من البوليس فقط من الكوماندوس كان بيجي يعني عليه ولنا الحجم في البداية طبعا ما في إلا مجامع مجموعة مجموعتين ما تقدر تكون منهم سرية ولا كتيبة لكن بعدين بالذات بعد ما انتشرت الجبهة على مستوى الإريترية كلها والالتحاق أيضا كان كبير جدا بالألوف كانت من المدن من الريف عشان كده يعني كونت الكتائب مع الكم الناس اضطرت أيضا تكون طيب عشان نخط الكلام ده في بروسبكتيف إثيوبيا أعلنت أولا نعبر فكرة تحرير المدن بعدين نجي للسؤال الثاني ممكن تشرح لنا تجربة تحرير المدن الإريترية؟ والله طبعا المرحلة الأولى طبعا كانت مرحلة بتاعة تثبيت وجودك يعني أول الأسلوب القتال اللي بدأت به الجبهة أسلوب حرب عصابات يعني كروفر نعم دي طبعا استمر يمكن لحد 65ات مجموعة بس تضرب وتمشي يعني تعمل كمائن كده يعني جداً وعمليات جدا يعني إغارات تعمل كمين تهاجم تضرب تنسحب كده يعني وسنة 65 تشكيل المناطق الخمسة من انتشر جيش التحرير في كل المناطق هنا برضو يعني نفس الشيء التحق فيها أعداد كبيرة جدا وخيضت معارك كبيرة جدا مع العدو في مناطق مختلفة نفس يعني كمائن هجوم حاجات بالشكل ده وبعدين في من السبعينات بدأت الجبهة أيضا تركز على تحرير المدن الصغيرة خارج المدن الكبيرة وتحررت مدن مختلفة صغيرة في مناطق مختلفة يعني في كان اتجاه الغربي والشرقي حتى القيادة العسكرية تغير شكلها يعني بقى في مكتب عسكري في هيئة أركان في مع التدريب في قسم البحوث أنتم كمان كقيادة عليا تم تطويرها نعم طبعاً اللجنة التنفيذية اللي تمثل المجلس في مجلس اللي هو يعتبر مجلس تشريعي هذه في اللجنة التنفيذية دي اللي تقوم بمهام التنفيذ وهي مثلا في اللجنة التنفيذية في المكتب العسكري هو دي المسؤول من الجناح العسكري وأجهزته المختلفة يعني في هيئة الأركان وفي حتى بتاعة التسليح والإشارة إشارة كمان في الأرشيف في والأجهزة مختلفة اللي طلبها الجانب العسكري كانت موجودة ده هو اللي قاد لتحرير المدن عايزين نتكلم عن تحرير المدن نعم أصله هناك كانت تدع دائما برامج مرحلة يعني كل مرحلة ببرامجها المرحلة اللي سبقت تحرير المدن بالذات المدن الكبيرة كان في هناك التركيز على شل العدو وضرب بنية التحتية البنية كسر الكباري وحاجات يعني وشل
اشغاله ايضا في داخل المدن بعمليات عسكريه وحصل تمهيد. بعده جت مرحله بتاع احتلال المدن الرئيسيه اللي تحررت فيها الدخالة واندفرة في الاتجاهات القربية غرداد تسيني مناطق صغيرة صغيرة ديبر وشنو ده من 75ات تحررت يعني وبرده في دنكاليا عصب بيلول برعسولي وفي مناطق سراي بعرزا فيها مندفرة وعالدخالة كل ده تم تحريره المدن ده تم تحريره بالذات سنة 77 يعني كانت مرحلة الجبهة حررت جميع المناطق وجميع المدن وكانت فيما عدا بس عصب ومسوع واسمر وبارنتو اربع مدن أربعة من كل المدن الاريتريه حتى بارنتو كان في هنا قتال والجبهه يمكن دمرت العدو هناك تدمير لكن طبعا عده عوامل كان سامد حتى بالانزال كان يواصل يعني الجيش الاثيوبي فدلت كده اما الباقي طبعا كان في قرارات محاولات عمليات على كل حال ما عدا الاربعه المدن ده تقريبا اتحرر كل المدن بالاضافه على كده في كان في قتال يدور يعني في جبهات مختلفه اللي هي مثلا سنه 76 العدو جاب جيش قوامه يمكن ما اقل من 200,000 ولا 100,000 تقول يعني فرقة كاملة تقريبا يعني بميليشيا بتاعهم بأشياء طبعا الجيش بتاع الاثيوبيين هو جيش كان يصل لحكاية بتاعة 400,000 حاجة كان يعتبر الجيش الثالث وكان في افريقيا نعم الاول ذات جنوب الصحراء كان الاول جنوب الصحراء ومعه ميليشيا نفس العدد بالذات ايام الدرق وهنا كانت في معارك مستمرة يعني كنت وين انت ايام؟ أنا معزم النزالات بتاعي كنت في ضواحي أسمر يعني طيب احنا عشان نركز أنت موجود في جبهة الجبهة الوسطى نقدر نقول عليها حوالين العاصمة الغزو الإثيوبي جايكم من جنوب اللي هو شمال إثيوبيا من ناحية تيغراي كم جبهة كانت فتحت في هذه المرحلة؟ على حسب معلوماتنا أن الجيش كان بيحارب على مساحة واسعة نعم أنا كنت بذكر المرحلة اللي سبقت تحرير المدن المدن الكبيره لا دي واضحه اي كويس وبعده بعد تحرير المدن ايضا كانت في معارك اصلا يعني لحد ما العدو انهي وبعدين كمان العدو كان عنده معارك جبهه اتجاهات اوغادين في اريتريا كانت في فرقه كامله بالدفاع على الميليشيا اللي يمكن نفس القوام الجيش ده وكان مشغول اتجاه اوغادين بنتكلم عن 77 حقق الانتصار في اتجاهات اوغادين وهنا المدن محتله مدن الاريتريه محتله برمجلي عدت المدن ده يعني وبالاضافه على الفرقه اللي كانت موجوده مع انه الفرقه اللي كانت موجوده في اريتريا دي بصراحه ما نقدر نقول انهيت لكن انهكت الجيش المتمرس اللي عنده الخبره العسكريه اللي كان يتباهى به دمر كبر زبانياه والحرس الملكي كل اقوى ناس كانوا في طول سراويل وكان يسميه نبل بال يعني حتى الكوماند المظليين وطبعا معاه الطيران مختلفه 29 23 كان عندهم ميج مختلف واسلحه مختلفه بما فيه البحريه يعني تقريبا المعارك اللي خاضتها الجبهه مع العدو في جميع أنهكت العدو نهائيا. حس هنا بالإضافة على كده بعد ما انتصر في جبهة أوغادين جاء فرقة كاملة وبدعم سوفيتي فرقة كوبي. كاملة طبعا كان يدعمهم الاتحاد السوفيتي وكوبا كوبا برضو دولة كوبا واليمن الجنوبي والعدنيين واليمن الجنوبي برضو كان يدعمهم وليبيا كانت تمول ليبيا برضو كانت تمول فالمعركة أصبحت معركة مش إقليمية حتى أصبحت دولية نعم هنا الكوبا كمان كانت موجودة وكانوا يدعموه كانوا يعني سواقين دبابات حتى طيران كان يدعموه مش الأسلحة فقط ألمانيا الشرقية ألمانيا الشرقية كان عندهم دور أساسي في جهاز الاستخبارات في داخل أديس أبابا الشرقية يعني الدعم اللي جاء من الخارج الدرقي لأنه طبعا
اعتبروا ان الدرقي ده حليفهم وعنده اسباب دعم كبير كان اكيد. وهو هنا جهز عشان خارج من الجبهه اللي بتاعت اوغادين ده أيوه. كل قوته يمكن اكثر من القوه اللي كانت في اريتريا قبل كده اتجه لاريتريا ولعب لي ثلاثه محاور نعم على طول الحدود الاريتريه الاثيوبيه اوكي. المحور الاول كان محور بتاعت مرب محور مرب زلمبسة 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 ده في سنة 76 يعني طيب مرب كبير جه هناك وحسم حتى لدرجة تمت مطاردته لحد داخل ده 77 هو الحملة اللي حصل قاعد نذكرها ده اوكي. الحملة الأخيرة لاستعادة المدن 78 يعني. ايوه اوكي 78 ايوه. وجاء قبل ثلاثة محاور أيوة اللي هي محور حمرة حمرة دي ده معناها الغرب غرب أريتريا أيوة غرب أريتريا جنوب قريب والله محور حمرة أيوة بطول الحدود ده محور أيوة. حمرة ده وجهته تجاه أم حجر وتسيني أيوة قاش أم حجر القاش حمرة وأم حجر أيوة بينهم كوبري بس غير زي المتمة والقلابات أيوة وفي قدامه تسني ده يعني السهم الواحد واحدة الجهة الواحدة اللي انطلق منها أيوة وجهته وين يعني أيوة. تحرير تسني على قدر القاش آه. وبعدين محور شامبوكو شامبوكو شيري في تيغراي شيري ده مدينة في تيغراي أيوة. من عدوى تيغراي الجيش القام من هناك أيوة برضو متجه وين متجه شامبوكو بارنتو شامبوكو إيريتريا برضو أيوة. شامبوكو وغيره بارنتو العين الأساسية أيوة. لإنقاذ بارنتو أيوة. برضو في اتجاهات عدقرات اتجاه اتجاه بتاعة مرب ده أيوة. جيش المتجه لإنقاذ الدخالة ومن دفرة الدخالة ومن دفرة أيوة. الوجهة بتاعهم رأسا على المنطقة على أيوة. المدن دي كانت أيوة. أيوة. وطبعا حصلت مجابهة شرسة أخذت فترة بتاعت شهرين أقل حال يعني ما عارف شهرين سهل. قتال مستمر ما حاجة سهلة يعني بكل الأسلحة وبكل كل أنواع العسلحة الطيران يعني كله الطيران بأنواع في قاذفة في والميج لحد ميج 29 كان عندهم يعني ميج 29 في اللحظة دي كلها الدبابات والأسلحة الثقيلة اللي حاجة معروفة يعني أيوه وحتى البحرية ظهرت شارك في مصور حصلت معارك اتجاه دنكاليا في البحر ايوه معارك كبيره حصلت اوكي ولانه المدن ما تحررت هناك ما عدا أيوة. عسب ايوه عدي برعصولي كل المدن اللي في المتاخمه على البحر الاحمر في البحر الاحمر ده ايوه كانت متحرره إرافلة لا إرافلة ما كان ما كان معسكر ما كان فيها معسكر ايوه عدي 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 تيعو برعصولي ايوه ده كان مراكز بتاعة العدو كله أيوة. حرية طبعا أيوة. عليه يعني كان عنده جميع انواع الأسلحة أيوة. يعني الأسلحة اللي كانت موجودة واستعملها يعني بما أيوة. فيه الطيران وفترة بتاعة شهرين ده خسائر ما كانت سهلة أوكي. على الجيش أنهي أيوة. لكن طبعا في النهاية أيوة. هو منهك قدر يخش أوكي. المدن ده أيوة. والجبهة اللي واحدة كانت على طول الجبهة ده طول الحدود اللي يربط إريتريا بإثيوبيا دي أيوة. جيش التحرير الإريتري كان مسؤول يعني. أستاذ عبد الله أنت في المرحلة دي يمكن ما ذكرت شوية دور الجبهة الشعبية لكن كان عندك معلومات ورحلة بتاعة الحوار اللي كان موجود في منطقة حماسين من فترة متأخرة إلى أن وصلنا لمرحلة المجابهة كيف كان شكل التنسيق بين التنظيمين في هذه المرحلة؟ والله طبعا أولا زي ما عارف لما بدأ الحروب الأهلية هم كانوا متمركزين في الساحل وهناك بنوا نفسهم بعده اتجهوا للمرتفعات سنة نعم السنة 74 74 أيوة وهنا أولي فاجئوا الجبهة كل هم طبعا مع العدو أيوة مواجهة العدو أيوة طوالي بدأوا القتال هم مع الجبهة مع جيش التحرير مع جيش التحرير لما نتحركوا من الساحل أيوة ما هم كانوا متمركزين في الساحل اللحظة اللي كانت الجبهة كانت تواجه كل هذه المآسي كل إريتريا مش لا لا ده ما 78 78 لكن لا في المرحلة دي المرحلة اللي سبقتها أيوة أيوة هنا هم في الآخر الجماهير
كانت طلعت من أسمرة وشم توقف القتال دي وأخيرا توقف القتال ده. أيوة. وهم حصة موجودين معانا في حماسين. حماسين مش مناطق تانية. أيوة. حماسين. اللي ما موجودة لحد بركة لحد حدود السودان لكن هم في حماسين. فقط. أيوة كانوا. ركزوا على حماسين. نعم. أيوة. يعني ما ممكن ينتشروا في كل الاتجاهات زي الجبهة. وطبعاً كان في اتفاقيات بتاع سنة 75 بتاع 77 لكن الاتفاقيات دي ما استمرت ما استمرت يعني. و ثاني مسألة قتال وش عارف ايه وكده كان. لكن طبعاً في الفترة بتاعة الاتفاقيات دي بالذات في حماسين اللي كنت فيه أنا نحن كمقاتلين يعني القيادة طبعاً الاتفاقيات دي كانت تحصل بين القيادات العليا بصراحة يعني مسألة الشوق للوحدة بالذات يعني الإخوة يقتتلوا كيف يعني عدو مفروض الناس توجه كل أمورها ضد عدو واحد الروح ده موجودة يعني الناس مجبرة كانت تقاتل يعني وأنا حاسة ما داير أجي في المحاكمات منهم ومننا لكن معروف يعني ده تاريخ براه داير ليه وش اسمه يعني. ونحن أنا من الشيء اللي تذكروا كوننا لجنة بتاع جنود مقاتلين يعني قادة السرايا كتائب عندنا طبعا كل شيء وللقاء معهم للقاء مع نفس القيادات توقف بتاع القتال وده نخلق صلة يعني بين نخلق صلة بين القاعدة الأمور ما تكون فقط وسط القيادة تعتمد على اللقاءات القيادات العليا لازم نحن نعمل يعني على مستوى القاعدة جسور تواصل بين الجنود في الجبهتين الموضوع ده طبعا حركنا تذكر اسماء اشتركوا معك من الطرفين والله طبعا بالرفاق اللجنه بتاعنا اللي كونناها يعني كان فيها شهيد عثمان صالح وافتكر كان معنا بريويت ولا مجموعه كانت انا ما اذكر كنا خمسه سته من الطرف الثاني من الطرف الثاني ما كونوا اللجنه ما كون يعني كنا نمشي لهم ونوريهم أهمية إنه نحن على مستوى مناديليننا برضو تحت نلتقي فصيلة بفصيلة ونحاول ندفع الاتفاقيات دي ولإنجاحها ونتوسل لوحدة واتفاقات والعدو مكان انتهى خلاص وترجينا وريناهم تكوين لجان واللجان ده تعمل برنامج وتعبي والقرارات اللي تتخذ ده لتنفيذها وحتى مسألة الزيارات أنا بتذكر مرة منادي اللي بتاعنا مشى لزيارة قريته يعني قرية هم كانوا فيها قتلوه والمهم يعني هم يدوا أي أسباب حالات زي ده حالات شاذة حتى نحن كان في تفكيرنا إنه الواحد يتحرك في منطقة فيها هم ونحن ده بكل يعني ارتياء وبعدين نلعب دور ما نخلي الأمور فقط تكون في يد القيادة العليا أنت قاعد تقول يعني التصرفات دي كانت نتيجة اتفاقات تمت أصلاً بين التنظيمين وفي روح بتاع لقاء بين القيادات السياسية أنتوا بتحاولوا تعززوا على مستوى القاعدة العسكرية أنه بين الجنود توجدوا هذه اللي. طبعاً المسألة دي يعني للتاريخ نشكرك جديد أنك ذكرتها لكن تحتاج مزيد من البحث والتوثيق عشان الناس تفهم الدور بتاع الجندي الذي في إطار هذه الثورة وطبعا من جانبهم أول نحن نمشي طوالي ونلتقي مع وحداتهم وده شوية تجاوز بالذات القيادات ما كانوا تعجبهم من الطرفين الطريقة دي ما تكون لازم تشعرونا ولازم المهم لم كثير كان أنا حاسة هنا قاعد أشرح شعور المنادلين و شعور منحوي بالذات الوحدة والاتفاق ونبذ الخلافات دي وصل لدرجة الاقتتال والتعبير عن ده قاعد أقول نحن كون لجنة وتحركنا وقابلناهم في عدة قرى وكذا وطلبنا منهم أيضا من جانبهم يكون اللجان واللجنة ده يكون عنده برنامج مشترك لأنه موجودين في منطقة واحدة وبالذات حماسين هم ما موجودين في مناطق أخرى ما عدا الساحل وضحت من جانب وضحت الفكرة طيب عشان نتابع بتسلسل جاء الهجوم على المحاور الثلاثة نتائجه ايه كان انسحابات من المدن مرحلة انسحابات من المدن
ايوه طبعا بعد زي ما قلت الحمله اخذت حكايه بتاع شهرين شهرين قتال في الجباه الثلاث الجباه المحاوره بعد كان في الانسحاب من المدن أوكي. وفعلا انت عشان لحد اخر الطلقه معناها انت برضه كمان حتقضي على جماهيرك المدن ده ما حاجه سهله يعني اكيد وبعد تقدير الموقف بعد التعيين أيوة. قررت تنسحب من المدن قرار سياسي لكن انسحاب من المدن أيوة. ما معناها انت برضه العدو تسمح له يتمدد على الـ على الـ على الريف الليتري الريف بالذات في المناطق اللي كان يسيطر عليها الجبهه كان محمي ايوه والعدو ما كان اول منهك بعدين ما كان قادر يعني انسحاب مدروس انسحاب مدروس نعم ويامن الجماهير نعم. ويامن ايضا نعم. ايضا حصار استمرار الحصار على المدن يعني الانسحاب بس الهدف كان من اجل اولا تجنب الخسائر اجتناب الخسائر الكبيره سواء كان على المناضلين والجماهير ايوه والشيء الثاني مساله اعاده تنظيم يعني انت لما تخوض معارك لفتره طويله بالشكل ده دائما تنظم نفسك يعني أيوة. ناحية تسليح يكون ولا اشياء كثيره اعاده يعني. تقييم الموقف على هذا الاساس اساسا كان انسحاب تكتيكي منظم يعني ايوه لحد ما الواحد عمل الاستعدادات بتاعه حتى ممكن من جديد يحاول يهاجم ولا يعود في المناطق اللي تركها طيب يعني الانسحاب ايوه كان ببرنامج هنا حركه مد وجزر في اطار العملية العسكرية مصحوبة بدعم سياسي ومواقف سياسية بتأثر على مواقف القيادات والكادر والتنظيم بشكل عام طيب في هذه المرحلة بين المؤتمر الوطني الأول والمؤتمر الثاني والمعارك التحرير ومعارك الانسحاب أكيد في آثار على بنية التنظيم يعني خلافات سياسية أو نسمع عن قيب الدخ او ما يقال عنهم الفالول نسمع عن حركات تمرد تمت شنو ردود الفعل اللي تمت في هذه المرحله؟ والله طبعا بعد المؤتمر الثاني بالذات اللي هو سنه 1975 ظهرت خلافات بين اعضاء القياده وكان في وده طبعا يعني ما كانوا مرتاحين من الشيء اللي حصل في المؤتمر الثاني ده طبعا في دائما خلافات مع انها متعلقه بسلطه ولا بغيره وبغيره مهما تكون احنا موجودين حسب في التحليلات دي أيوة. وحيث لبيرو مثلا كان نائب الرئيس ومسؤول المكتب السياسي ده كون مجموعه براه مجموعه سريه بعد ما فشل بعد ما فشل في الانتخابات فشل في انتخابات المؤتمر الوطني الثاني نعم كرفض اوكي تفضل تفضل نعم. واساسا لكن ما جا في الموقع اللي كان داير يعني ايوه على كل حال حصل تمرد ايوه واثر على المقاتلين كون منظمه سريه ايوه سريه طبعا التحركات دي كان عندها اضرار يعني زي ما قلت الفالول اللي هم نسميهم فوضويين ما يعني يكونوا دائما يعارضوا اي شيء حتى الاتفاقيه اللي حصلت بين التنظيمات يعارضوا دي نقطه مهمه البدايه للحديث في قضيه الخلافات سنقف هنا وسناتي نعود لها في الحلقه القادمه وطبيعي اذا كان الناس ما تتفق بيننا في برنامج حد الادنى كل واحد عنده رؤيته وتوجهاته اللي يحاول الألوية اللي تمت كانت حوالي 8 لواء أساسا كان 9 لواء اللواء دي رأسا نتحرك هنا طبعا التنظيم ده تم في المؤخرات اللواء دي مشى الموقع بتاعه لدنكاليا طبعا هناك بدأت المعارك معاهم تقريبا شهر 10 سنة 80 يعني ما في المنطقة دي بس حتى في المناطق الأخرى في اتجاه الساحل كانوا موجودين لأنه عدد الخشبة 12 وده اعترافات في حاجات مكتوبة